الأولانية ديت نتكلم عليها. نبتدي بالكيسة الأول نعرضها، بيقول لك ال 21 year old woman presented for advice regarding her family history. Her mother was recently diagnosed with breast cancer at age of 41. Her maternal grandmother had ovarian cancer age 55 and she has two maternal aunts خالتين وحمتين who have both had breast cancer in their 50 years. She is keen to understand her risk and whether she would be referred to a cancer geneticist. السؤال الأولاني what is likely abnormality, what is the inheritance and therefore risk factor that this patient has inherited mutation from her mother, what other cancer can be associated with this abnormality. نيجي ديت حالة ديت الحالة اللي هو بيتكلم عليها بيقول إيه بقى؟ انا مطلوب مني ابقى فاهم لحد كبير، انا مش هحاول مش هخش في التفاصيل بديجري، بس اللي انا هفهمه الايه اللي انا عندي فيميل، الفيميل ديت عليها سهم كده، دي اللي انا عايز اشوف الفاميلي هيستوري بتاعتها. المفروض الفيميل ديت ليها موجوده في جزء من الاسره، دايما الشجره بتترسم بالعكس، بس قالها عليك كام اخ او كام اخت وبكمله بعد كده بتترسم ايه، يبقى لها اب وام، ادي الام وادي الاب. اوكي انا كده برسم الفاميلي ديجري بتاعتها مطرح الايه الراجل اللي بيرسم الفاميلي ديجري. يبقى ديت الفيميل اللي جت اسك ادفايس، ليها ايه؟ ليها ام عندها بريست كانسر صح، عندي ايج اوف ايه 41. الام دي ليها اختين اللي كل واحده منهم عندها ايه بريست كانسر كده، المفروض دي كلهم كانوا عيله صح، طالعين من اب وايه وام. لو احنا قلنا الاب والام دول هيبقى ايه؟ ادي الام وادي الاب. الام دي اللي هي الجده كان عندها اوفيريان، يبقى انا عندي اوفيريان، واحده عندها اوفيريان متجوزه راجل خلفوا كذا واحد من ضمنهم ثلاث بنات عندهم بريست، بعد كده واحده منهم اتجوزت خلفت ثاني جابت واحده، الواحده دي بتاسك الادفايس اللي هي عايزه تعرف عندها فاهم بحسب الفاميلي هيستوري اللي عندها دي. يبقى انا الموضوع بدا بفاميلي هيستوري، هيستوري اوف بريست كانسر في تو انس والام والجد، يبقى ده يمشي مع اني باترن اللي هو ماشي بالطريقه دي. العيله دي فيها ثلاثه عندهم بريست كانسر، يبقى ده يمشي اوتوزومال دوميننت او اوتوزومال ريسيسيف. اوتوزومال دوميننت دي اول حاجه، يبقى انا اول حاجه الباترن اللي عندي ده اوتوزومال دوميننت ديزيز ماشي. انا بقى نوع اللي ممكن يكون اوتوزومال دوميننت ماشي بالطريقه دي، انتوا شايفين الكانسرز اللي جد جه اوفيريان وبريست صح، يبقى انا دلوقتي بتكلم على ايه؟ براكا او 2، براكا 1 او براكا 2 تمام؟ نفرقهم مع بعض منين؟ لو هو كان مديني هيستوري بقيه الكانسرز، لو لقيت ميل واحد ميل عنده بريست كانسر يبقى براكا 2 اكتر، لقيت كولوريكتال يبقى براكا 1 اكتر، لقيت بروستد لقيت بروستد يبقى براكا 2 اكتر، براكا 1 كولوريكتال اكتر صح كده؟ يبقى انا الباترن اللي عندي ده ماشي مع براكا ميوتيشن سواء واحد او اثنين، بسبب الكلام اللي متقال ده هي تمشي مع براكا 1 اكتر. الفيميل ديت عندها التشانس قد ايه؟ اللي يجي لها 50%، لان انا بتكلم على اوتوزومال دوميننت ديزيز، يعني التشانس اللي يجي لها وما يجيلهاش 50% يكون هي كارير للبراكا ميوتيشن، يبقى هي عندها التشانس اللي تكاري الميوتيشن. خلي بالك ان انا ممكن اكاري الميوتيشن يعني اورثه وابقى عندي الميوتيشن بس ما يجيليش الديزيز اللي بنقول عليها البنترانس. في ديزيز البنترانس بتاعها 100%، يعني انت عندك الميوتيشن يبقى عندك الديزيز، يعني الجينو تايب موجود يبقى الفينو تايب بيحصل، مش في فينو تايب، الفينو تايب ده اللي هو ليه الكانسر، الجينو تايب بتاعه اللي هو الميوتيشن، بس مش كل ميوتيشن موجود بيطلع له ايه فينو تايب. وارد اللي تكون هي كاريه البراكا عندها براكا بس ما عندهاش الايه؟ البريست كانسر. لذلك انت تلاقي في البراكا يقول لك ايه؟ براكا جين بنترانس. فيقول لك عندي الايدج بتاع حسب الفيميلز، الايدج 50 او الايدج 70. عندي الايدج 50 مثلا النسبه ممكن توصل 50%، عند ال 70 بتوصل 90%.
التشانس اللي بقى يحصل لها الديزيز ده. تمام؟ يبقى هي محتاجه تعمل ايه؟ محتاجه تعمل جين اناليسيس عشان تتاكد ان هي ما عندها بريك ولا ما عندهاش. جابت الكيزه اهو. This family is likely to have a mutation in BRCA1. This is germline mutation that increases the risk of ovarian, breast and colon cancer in female and prostate and colon cancer in males. BRCA mutation has a great association with pancreatic and the male breast cancer. يعني احنا ما ذكرناش هنا مين. هو مشاها على اساس اللي احتبر اللي موجود ده دليل ان التانيين مش موجودين، يعني ما فيش حد منهم بتتقال عنده بنكرياتيك. هو كده اللي موجودين عندي منهم كلها الاوفيريان والبريست بس ما عنديش كولون. فلذلك انا لو انا بحلها مش هقدر اجزم اللي هي بريكا 1. هو اللي حل الكيس ديت جزم اللي هي بريكا 1. بيقول بعد كده الميوتيشن از انيرت الزيتوزوم الدوميننت باتن ويز فاليبل بنتانس. بس اف شي اف هير ماذر هاز الميوتيشن ذا ريسك اوف كارينج ذا جين اوف ذيس بيشنت از 50% 50%. The strong family history were made referral to a cancer geneticist for testing and consideration for intensive surveillance. اللي هو غالبا هيضطر يعمل لها البريكا جين اناليسيس، هي اناليسيس بريكا جين. بالنسبه للاوتوزوم الدوميننت ما احنا بنقول الباتن بتاع الوراثه ده بنقوله ازاي؟ اي واحده عندها تو جين، تو كوبي من الجين، صح؟ يبقى الفيميل اللي عندها البريكا ده البريكا از اوتوزوم الدوميننت، بمعنى ان انت يكفيك تبقي حامله 1 كاري 1 نسخه واحده عشان يبقى عندك الايه؟ يبقى انت عندك البريكا بريكا كارير. فانا لو قلت ان انا عندي فيميل، الفيميل دي اللي بنعبر عنها بالبيديجري دي، الفيميل ديت عندها النسختين اهو، هنعبر عن النسخه باللون الاحمر. دي النسخه اللي بايظه، النسخه السليمه الابيض. فالوضع ده بنقول عليه ايه؟ هيتيروزايجوت. الفيميل دي عندها بريكا ميوتيشن بس هيتيروزايجوت فور بريكا ميوتيشن. فلما دي يتحولوا لجاميتس هيبقى في جاميتايه فيها الميوتيشن وفي جاميتس وفي جاميتس 50% من الجاميتس ما فيهمش الميوتيشن. لو هي اتجوزت واحد كارير الموتيشن يعني عنده نفس البريكا ميوتيشن قريبها وعنده نفس الموتيشن ده هيبقى كده وده كده صح كده؟ فهيبقى عندي ده ساعتها هيبقى في واحد هيطلع هوموزايجوت عنده النسختين ضاربين وهيبقى في واحد عنده ده مع ده هيبقى عامل زي والدته او والده عنده نسخه وارث نسخه فيها ونسخه ما فيهاش يبقى انا كده ده وزعته هوزع ده ده ما هيروح مع ده وده ما يروح مع ده، هيبقى في واحد منهم ما عندوش حاجه خالص. ولا نسخه واحده. وفي واحد تاني عنده الايه؟ نفس الوضع. كان نسخه واحده ايه؟ مضروبه. الورق اللي هم دايما بييجوا يشرحوه بيشرحوا ايه؟ بيشرحوا اللي ما يبقى واحد عنده سنجل ميوتيشن يتجوز واحده واحد او واحد ما عندوش اي ميوتيشن. الوضعيه دي اللي هي الوضعيه في ال 50%. بس لو انت افترضت ان واحد عنده الميوتيشن في التو كوبي. اتجوز واحدة عندها ميوتيشن في التوكوبي يبقى انت ساعتها يحصل الوراثة تبقى نسبتها كام؟ 100%. الوضع اللي هم دايما بيقولوا عليه 50% بتاع مندليان ترانسميشن بيقولوا عنه وضع اللي واحد هيتيروزايجوت فور الاوتوزومال دوميننت كاركتر متجوز واحد هيلثي. عشان كده لما تيجي تقولي بقى دايما قولي اتليست 50% لانك انت لسه ما حللتهاش فهي ممكن تكون هوموزايجوت مش هيتيروزايجوت. لو هوموزايجوت نسبتها للتشانس بتاعتها تبقى اكتر. معايا؟